في 2015 ابل نزلت الايفون 6 اس والايفون 6 اس بلس. مش ده المهم، المهم ان اول ما ابل نزلت الموبايلات ديت اعلنت عن فيتشر جديده اسمها 3D Touch. ولو مش عارف ال 3D Touch، هي ببساطه الشاشه بتستجيب لقوه ضغطك عليها مرتين اقوى او مرتين اكتر من التاتش العادي. وخلينا ابسط لك الموضوع. انت في العادي بتفتح اي ابلكيشن او بتفتح اي ويب سايت وتتنقل منه او تعمل براوزنج من خلال التاتش، في لينك عجبك بتدوس عليه فاللينك دوت بيفتح. ال 3D Touch بتخلي الاكسبيرينس ديت مختلفه شويه. خليني اقول لك ان انت لو فاتح ابلكيشن زي انستجرام وفي صوره عايز تفتحها، الصوره ديت بتدوس عليها فبتفتح. مع ال 3D Touch الوضع بيبقى مختلف شويه، بتدوس على الصوره ديت ضغط اقوى فالصوره بتفتح في ويندو مختلفه، ومن خلال الويندو ديت بتقدر تقرر هل تكمل وتشوف الصوره ديت بشكلها الكامل ولا تكمل براوزنج من مكان ما عملت. والحقيقه ان 3D Touch ديت مش ميزه سوفت وير فقط، هي ميزه سوفت وير وهارد وير مع بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشاشه عشان تعرف انك ضغطت ضغط اكبر عليها محتاجه سنسورات تعرفها او تنقل لها الحركه ديت. السنسورات ديت كانت سنسورز كتير قوي موجوده تحت الشاشه بتاعه الايفون 6 اس عشان تنقل القوه بتاعه الضغطه بتاعتك للسوفت وير، فالسوفت وير يستجيب للضغطه ديت بشكل مختلف عن الاستجابة العادية للتاتش. والكلام دوت كله كان بيحصل مع انجن صغير اسمه تابتك انجن. وببساطة التابتك انجن دوت هو عبارة عن فايبريشن قبل عملت له ديفلوبمنت بشكل معين عشان وانت بتستخدم الفيتشر ديت يديك ايحاء معين ان انت ضغطت ضغط اقوى على الشاشة. وزي ما الفيتشر ديت كانت شغالة في اغلب الابليكيشنز اللي موجودة، يعني كنت هتلاقيها في فيسبوك في تويتر في انستجرام، لان الديفلوبر بتاع الابلكيشن ديت قرر ان هو يعمل لها امبلمنت او قرر انه يعتمد عليها في الديفلوبمنت للابلكيشن دوت. فزي ما في ناس قررت ان تعتمد على ال 3D Touch، في ناس كتير قوي قررت ان هي ما تستخدمهاش. فبالتالي هو دوت كان عيبها، انت ساعات تلاقي ابلكيشن بيسبورت 3D Touch ساعات ابلكيشن تاني ما يسبورتش 3D Touch. وكمان ابل في الاي او اس في اغلب استخدامك للاي او اس نفسه بعيدا عن التطبيقات الخارجيه هتلاقي ان هي كانت بتسبورت الفيتشر ديت. لو حبيت تعلي البرايتنس، حبيت تقلل البرايتنس، حبيت تنقل ابلكيشنز، حبيت تعمل لها ري ارينج، حبيت تمسح ابلكيشن، الموبايل تقريبا بيستجيب لقوه ضغطك عليه في كل انحاء السوفت وير. واهم حاجه في الفيتشر ديت واللي الناس كتير قوي كانت بتستخدمها فيها وهو السلكشن بتاع التكست، او لما تيجي تحدد تكست معين. لو انت قدامك تكست دلوقتي ودوست ضغطه بقوه على الكيبورد، الكيبورد الكيرسر بتاعها هيتحرك معاك في كل التكست اللي انت شايفه دوت، وبعد ما اتحرك معاك هتدوس ضغط اكبر وتحرك هتقدر تعمل سيلكت على التكست دوت، والكلام اللي احنا مش لاقيينه دلوقتي. وديت تقريبا كانت اهم فيتشر بتقدمها ال 3D Touch. المهم ان ابل فضلت مكمله في الفيتشر ديت من اول الايفون 6 اس للايفون 6 اس بلس لغايه ما وصلنا للايفون اكس اس ماكس، وابل قررت تشيل الفيتشر ديت من الموبايل الثالث اللي معاهم اللي هو الايفون اكس ار. فبالتالي انا بقى عندي كل الاجهزه بتسبورت الفيتشر ديت لغايه سنه 2018 ما عدا الايفون اكس ار. في 2019 بقى ابل قررت بشكل رسمي ان هي تستغنى عن الفيتشر ديت، واللاين اب بتاع الايفون 11 والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس ما فيهوش ال 3D Touch. ابل عملت لها ريبليسمنت بفيتشر جديده اسمها هابتك تاتش. وخليني اقول لك ان الهابتك تاتش هي النسخه الفيك من ال 3D Touch. طيب ليه ابل قررت تشيل فيتشر مهمه زي ده؟ كان في ناس كتير قوي بتختار الموبايل على اساس موجود فيه 3D Touch ولا لا. يعني في ناس لغايه النهارده ممكن تبعد عن الايفون اكس ار عشان ما فيهوش 3D Touch، في ناس لغايه النهارده ممكن تختار الايفون اكس او تختار الايفونات الاقدم عشان موجوده فيها ميزه ال 3D Touch. ليه ابل قررت تشيل فيتشر مهمه بعد تقريبا 3 او 4 سنين من نزولها في كل جيل بينزل من الايفونات؟ الحقيقه ابل قررت تعمل الموضوع دوت عشان السنسورز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي بتبقى موجوده تحت الشاشه. السنسورز ديت بشكل او باخر بتاخد مساحه من حجم الموبايل ومن الكومبوننت اللي موجوده جوه البادي بتاع الموبايل. فابل قررت تعمل ريبليسمنت للسنسورز ديت بان هي تكبر حجم البطاريه، ودوت اللي خلانا نشوف طفره رهيبه في كل الايفونات اللي نزلت في 2019 في الايفون 11 والايفون 11 برو والايفون 11 برو ماكس. الموبايلات ديت كانت جايه ببطاريه ممتازه جدا عشان المساحه اللي كانت واخداها ال 3D Touch اتشالت وتربلست بحجم اكبر للبطاريه. ودوت كمان اللي احنا لاحظناه في الايفون اكس ار. لو بصينا على اداء البطاريه في الموبايل دوت هنلاقيه افضل من اداء البطاريه في الايفون اكس اس ماكس اللي اكبر منه وبطاريته اكبر منه، وافضل من اداء البطاريه في الايفون اكس اس الصغير. فمن ساعتها ابل قررت ان في الجيل الجديد من الايفونات مش هيبقى موجود فيه 3D Touch. بس الحقيقه الموضوع ما وقفش على كده، ابل قررت ترابلس ال 3D Touch بحاجه اسمها هابتك تاتش. وخليني اقول لك الهابتك تاتش ديت هي النسخه الفيك او النسخه المزيفه
من ال 3 دي تاتش، لان هي قايمه على السوفت وير بس، ما فيش سنسورز بتحس بقوه ضغطك على الشاشه، ما فيش حاجه تبين للابلكيشن ان هو الضغط بشكل اقوى، الموضوع كله قايم على السوفت وير. فبالتالي كل المميزات اللي كانت بتديها لك ال 3 دي تاتش بقت موجوده في الهابتك تاتش بس بطريقه اسوأ وابطا. وخليني ابسط لك الموضوع، يعني دلوقتي لو انت شفت لينك عايز تفتحه ودوست عليه بخاصيه ال 3 دي تاتش، السنسورز كانت بتنقل الحركه بتاعتك ديت للسوفت وير، والسوفت وير في اقل من ثانيه بيفتح لك اللينك دوت في ويندو مصغره. في الهابتك تاتش الموضوع بيحصل بشكل ابطا. ليه؟ لان مفيش سنسورز بتنقل الحركه بتاعتك، الحركه بتاعتك بتتنقل من خلال السوفت وير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان السوفت وير بيعرف ان انت دايس بقالك فتره على اللينك دوت، فبينقل الحركه ديت لنفس السوفت وير فبيبتدي يتصرف. فالموضوع دوت بيخلي الهابتك تاتش تاخد وقت اطول من اللي كان بياخده ال 3 دي تاتش، تقريبا بتاخد ثانيه او اكتر منها شويه عشان الموبايل يفهم ان انت دايس بشكل مطول على اي لينك او على الشاشه بشكل عام. وخليني اقول لك ان فيتشر مهمه زي السيلكشن بتاع التكست، او ان انت تحدد تكست معين، واللي كانت موجوده بال 3 دي تاتش ان انت بعد ما تحرك الكرسر تروح جاي محدد التكست دوت، ما بقتش موجوده في كل الايفونات الجديده، ما بقتش موجوده في اللاين اب بتاع الايفون 11. بقت تخليك من خلال السبيس او زرار السبيس اللي موجود في الكيبورد تدوس عليه بشكل مطول فيبتدي يتحرك الكرسر معك. ولو حبيت تعمل سيلكشن للتكست الكلام دوت مش هيحصل، لانه ما بقاش يعتمد على ال 3 دي تاتش بس. وبكده تكون اخر اجهزه موجوده فيها ال 3 دي تاتش هو الايفون اكس اس والايفون اكس اس ماكس، وتموت الفيتشر ديت مع اخر اجهزه نزلت لابل وهي اللاين اب بتاع الايفون 11، وبنسبه كبيره مش هنشوفها في كل الاجهزه الجديده اللي هتنزلها ابل. في النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، عايز تشوف فيديوهات اكتر ما تنساش تعمل سبسكرايب، عندك اي سؤال اكتبه في كومنت وانا هرد عليك، وهسيب لك في الديسكربشن اكونت انستجرام واكونت تويتر لو حبيت تسألني هناك اي سؤال كلمني وانا هرد عليك.